السلام عليكم. اليوم بغينا نهضروا على لاجيف. تفكرنا بغينا ندويو عليها. فريق مفضل عندي عالميا، الفريق اللي شاهدت انا في 1992 تيحقق تيترات، فريق اللي دازو فيه لاعبين في المستوى ما شاهدنا. شاهدنا باجيو، شاهدنا مولر، شاهدنا فيالي، رافانيلي، باولو سوزا، شاهدنا ديل بيرو، شاهدنا تريزيجيه، توريتشيلي، فيرارا، لوليانو، بيسوتو، بيرينديلي، بيروزي و بيلانتي شهير كونترا دايفيتس جو كروا في نهاية 1996. تما كيكون لاجيف فاز بعصبة الأبطال مع هاد اللاعبين هادو، مع ديل بيرو، مع فيالي، مع رافانيلي، مع لومباردو، مع سوزا. ومن بعد كأس العالم الأندية في نسخته القديمة مع زيدان، مع واحد المجموعة ديال أموروزو، سلايتا، إكسيتيرا. ثم 3-1 مجموعة من الألقاب على المستوى المحلي، البطولات بالجملة، وكأس إيطاليا وسوبر إيتوسا. باركور في أرقى باركور شفته في حياتي، باركور في المستوى الكبير، داروا لاعبين في مستوى أكبر. والآن كنشوفوا هاد لي جوار هادو في لادمينيستراسيو تكنيك، بار اكزومبل نيدفيد الآن في الإدارة التقنية ديال لا جوف. يعني ناس، يعني بمعنى أن الباركور، بمعنى أن لي تيتر مازال غادي تشوفهم. لا جوف سكوادرا، المرأة العجوز، تعددت الأسماء والمسمى واحد، والطريق واحد، ألا وهو طريق اللقب. فعاشت لا جوف وتحياتي. وما تنساوش تشتركوا في القناة فضلا لا أمرا. تحياتي.